الكرام، موعدنا الإخباري الآن في تفاصيله، وبمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وطبقا للدستور ولا سيما المادة 91 الفقرتين 7 و8، وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس الأحد الثاني من شهر رمضان 1443 الموافق للثالث من شهر أفريل 2022 مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو لفائدة 1076 محبوسا محكوم عليهم نهائيا. وكان السيد الرئيس قد أوصى باتخاذ تدابير الرحمة والتي تمس 70 متهما في قضايا تتعلق بالإخلال بالنظام العام. ومع النشاط الرئاسي دائما، تقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس بأصدق التعازي وأخلص المواساة إلى عائلة المخرجة السينمائية يمين بشير شويخ التي وفتها المنية أمس. وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: إثر وفاة المخرجة السينمائية الجزائرية يمين بشير شويخ، يتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأصدق التعازي وأخلص المواساة إلى عائلة الفقيدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. في الشأن الدبلوماسي الآن، يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد رمطان العمامرة ابتداء من اليوم في زيارة إلى موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق ومصر، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية لمباشرة مشاورة مع الجانب الروسي. تتبعها زيارة إلى العاصمة البولندية وارسو للقاء الطرف الأوكراني. وبهذه المناسبة سيستمع الوزراء الأعرب إلى مواقف وانشغالات الطرفين على ضوء آخر التطورات الأمنية والسياسية للأزمة في أوكرانيا، كما سيبحثون آفاق وسبل مساهمة مجموعة الاتصال العربية في مساعي التهدئة والتخفيف من حدة التوتر، وصولا إلى تقريب وجهات النظر بما يسمح بالتعجيل في التوصل إلى حل سياسي يرتكز على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ بعين الاعتبار انشغالات كل الأطراف. وتندرج هذه الجولة في إطار برنامج عمل مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري، التي أقر مجلس وزراء جامعة الدول العربية تشكيلها خلال دورته 157 المنعقدة في 9 من مارس الفارط بالقاهرة لتولي متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالقضية الأوكرانية، وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة. مشاهدي الأفاضل، لمناقشة هذا الحدث أكثر يلتحق بي عبر اتصال هاتفي البروفيسور عبد اللطيف بوروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة. بروفيسور أهلا وسهلا، رمضانك مبارك. تحية طيبة رمضانية صباحية كل المشاهدين والمشاهدات، شكرا على الاستضافة وصحة رمضانك أخي الكريم. العفو. إذن هل يمكن في رأيك التعويل على هذه المساهمة العربية في إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية؟ هي من حيث الشكل المبادرة مهمة، ولكن لا يمكن اعتبارها مبادرة إلا يمكن اعتبارها إلا هي جهود لا أكثر ولا أقل، لأن كلمة مبادرة يعني تحمل في طيتها تصور معين واتفاق معين، وهذا متعذر حتى الآن. ألا يمكن أن تكون فيه ربما اتفاق سيسعى إليه الوزراء أثناء هذه الزيارة؟ هو من حيث الشكل هي الجهود، هي هذه الآلية آلية مهمة جدا، لأنها مجموعة اتصال. كل الدول تريد أن تساهم في هذه الأزمة الأوكرانية، لأن الأزمة الأوكرانية لا ترتبط بروسيا وأوكرانيا وأوروبا، ولكن ترتبط بكل العالم، لأن تداعياتها مرتبطة بأزمة الطاقة وأزمة الغذاء والتضخم في العالم، وكل مناطق العالم ستصاب أو تكون لها تداعيات من هذه الأزمة، وبالتالي يجب التفكير بطريقة سوية وعقلانية في إيجاد آليات تمكننا من أن يكون لنا دور كمنظمة إقليمية، خاصة لأن الجهود في حد ذاتها والآلية الاتصال هي متكونة من 5 دول فيما تكمن هي وزراء الجزائر العمامرة ومصر والأردن والعراق والسودان، بالإضافة للأمين العام لجامعة الدول العربية. ولتذكر جامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية ولها دور كذلك،
والعرب له كذلك دور، وتداعيات الازمه الاوكرانيه ستمس العرب كذلك. نعم. وبالتالي مثل هذه المجموعات الاتصال ان جاءت تدل على ماذا؟ على اهميه ان يكون هناك اتصال وتشاور، لان الحل الدبلوماسي هو الاقرب الى الطرح العقلاني والسوي في الازمه الاوكرانيه. طيب ما هي الاوراق التي يمكن ان يستخدمها وزراء الخارجيه العرب والذين سيكونون مصحوبين بالامين العام للجامعه جامعه الدول العربيه، ما هي الاوراق التي يمكن أن تستخدم لتسريع حلحلة هذه الأزمة التي ربما تدخل شهرها الثاني؟ أولا من حيث الأوراق هو القبول في حد ذاته، لأن روسيا لا تعارض مثل هذه المبادرات، وهذا مهم جدا. صحيح. لأن مخرجات وزراء الخارجية العرب في الدورة 157 لجامعة الدول العربية أنشأوا هذه الآلية للاتصال، وقلت هي آلية ولا تحمل في طيتها مبادرة معينة أو تصور معين، ولكن هي جهود رامية لحلحلة الأزمة، وهذا الأمر يجب أن نفهمه، لأن تشخيص الأزمة لم تعد مرتبطة بمنطقة معينة. قلت على أن الأزمة أصبحت عالمية، حتى الأمم المتحدة من خلال ماذا التصويت الذي حدث أخيرا في الأمم المتحدة لم يكن له جدوى في ظل ماذا؟ ممانعة بعض الدول ورفض بعض الدول ومساندة بعض الدول، وهذا الطرح غير مقبول. وبالتالي حتى نفكر بطريقة سوية وعقلانية يجب أن نخلق وأن نستعمل كل الآليات الموجودة، كل البدائل المتاحة والممكنة، أقول وأعيد المتاحة والممكنة، خاصة في ظل قبول روسي لمثل هذه المبادرات، لان في هي جهود اي نعم، وقلت لا ترقى لان تكون مبادره رغم اهميتها، لانها اليه من اليات مدى الاتصال، اليه من اليات حل الازمه، لان التواجد في روسيا اليوم والتواجد في بولندا غدا للالتقاء بالاوكرانيين مهم جدا حتى نفهم ماذا نريد او ما هي التصورات العربيه لحل الازمه. ونحن كمنظمه اقليميه تضم عده دول، اقول وعد منظمه اقليميه لها دور وهي اقدم منظمه اقليميه في العالم. نعم. فنفهم بعد الأمم المتحدة هناك جامعة الدول العربية التي أنشئت في 1945، وهذه المنظمة كأقدم منظمة أقليمية في العالم. طيب بروفيسور، لماذا هذا التوقيت بالتحديد لهذا التحرك الدبلوماسي العربي؟ هل في رأيك فيه تأثيرات مباشرة على الإقليم العربي جراء هذه الأزمة دفعت بوزراء الخارجية العرب لزيارة موسكو ثم ورسو بعدها؟ هو كان الاعتقاد على ان الازمه ستكون حل الازمه في ظرف معين، في ظرفيه مؤقته، ولكن عندما طالت هذه الازمه الان نحن نتكلم عن تداعيات، وهذه التداعيات ليست مرتبطه بالازمه في حد ذاتها، مرتبطه كذلك بجائحه كورونا، والاقتصاد العالمي لم يتعافى من جائحه كورونا. صحيح. حتى دخلنا في ازمه عالميه جديده فيما تسمى هذه الازمه العالميه، على قلت واعيد على انها لا تستثني منطقه من العالم. نعم. ستمس الامريكيتان، ستمس اسيا، ستمس افريقيا، ستمس مباشره ليبيا، اوروبا، ولكن بمستويات مختلفه. نعطيك مثال اكثر واقل، حتى وطيده اوروبا ستصاب، ستمسها تداعيات هذه الازمه من خلال ماذا؟ ازمه الطاقه واللاجئين. نعم. بالنسبه لشمال افريقيا، وافريقيا هو ازمه غذاء، بالنسبه لامريكيتان تضخم، بالنسبه لاسيا هنالك تضخم وهنالك أزمة غذائية، بالنسبة للصين التي هي الوحيدة التي تعرف نمو اقتصادي يتجاوز حوالي يصل إلى 6% الآن، فيها ملأى من هذه الأزمة. ولكن هذا لا يعني أن الصين هي العالم، نحن نتكلم عن 193 دولة في الأمم المتحدة، وأزمة أوكرانيا تمس 193 دولة عضو في الأمم المتحدة ما عدا الدول التي ليست عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي نحن أمام ثلاث تحديات وعقود كبيرة. وحتى نشخص هذه التحديات الثلاث، نحن أمام أزمة طاقة عالمية، نحن أمام أزمة غذاء عالمية، نحن أمام أزمة تضخم عالمية، وبالتالي كل هذه المؤشرات سلبية، حتى نفهم أكثر، هي مؤشرات سلبية. وبلغة الأرقام عندما نتكلم عن أزمة غذاء وأزمة طاقة وأزمة تضخم، نحن سنتكلم في المستقبل القريب عن ماذا؟ عن تداعيات هذه الأزمة، وبالتالي نوع من هذه الجهود لا تخرج من إطار التذكير. نعم. بأن الإشكالية ليست بين روسيا وأوكرانيا أو روسيا والناتو أو روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تداعيات هذه الأزمة هي عالمية، ومنطقة مثل المنطقة العربية ومنظمة مثل المنظمة الإقليمية العربية عندما تتحرك لا تخرج من إطار أنها تذكر بماذا؟ بأن هنالك تداعيات لا ترتبط بشخص معين أو دولة معينة أو إقليم معين، بل كل العالم من خلال أزمة وتضاعف هذه الأزمة. نحن الآن نتكلم عن طيب بروفيسور، أنا خلينا نضع هذه المبادرة العربية إن صح التعبير في سياق القمة العربية المقبلة في الجزائر شهر نوفمبر قبل شهور قليلة من ذلك، في رأيك
هل هذه القمة العربية المقبلة ستنجح في ربما لو انتهت هذه الأزمة وانتهت هذه الحرب ونتمنى أن تنتهي، هل ستنجح القمة العربية في تجاوز تداعياتها على المنطقة العربية والإقليم العربي؟ يوجد إشكالية في القمة العربية، يجب أن نفهم على أن الأزمة الأوكرانية الآن هي ضعفت المشاكل العربية لا أكثر ولا أقل، لأن هناك تباين أحيانا في المواقف والآراء حول قضايا ذات الأولوية بالنسبة للمجتمعات العربية كما هو القضية الفلسطينية وتصفية الصحراء الغربية والأمن والدفاع العربي والأمن الغذائي العربي، وبالتالي القمة العربية إن حدث ونحن نتكلم عن ما في انعقادها، يجب أن نفهم على أنه الآن عندما ثبتنا هذه القمة في 1 نوفمبر إن شاء الله، ويجب أن نفهم على أن الأزمة الأوكرانية الروسية الآن لا أعتقد أنها ستطيل أكثر، لأن تداعياتها الآن أصبحت كبيرة وكبيرة جدا، وحتى العقوبات التي فرضت على روسيا لم تفدي إلى نتائج جيدة وانعكست على باقي دول العالم، ونحن الآن نتكلم عن نظام دولي جديد، نتكلم عن جيوبوليتيكية جديدة، نتكلم عن تحالفات جديدة، نتكلم عن صراعات جديدة، نتكلم عن تنافس جديد، وبالتالي كل هذه المتغيرات الجديدة تجعل لنا أمام تحديات. طيب بروفيسور، على مستوى الجبهة العربية والداخل العربي إن صح التعبير، هل تعكس هذه المبادرة العربية توافقا في وجهات الرؤى العربية تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية؟ أكيد، أقول أكيد، حتى لأن تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية لا تستثني دولة من الدول العربية، في ظل ماذا على أنها كل اقتصاديات الدول العربية مرتبطة بالطاقة ومرتبطة بالري، حتى مع غياب بعض الدول الخليجية عن هذه الزيارة، حتى وان غابت بعض الدول الخليجية، لأن الإشكالية الآن ليست في غياب دولة أو لأن الطرح مرتبط بجميع الدول العربية وليس بدولة بحد ذاتها. نحن نتكلم عن تكتل إقليمي، نتكلم عن تصور مشترك للدول العربية من خلال جميع الدول العربية، لأن هذه مجموعة اتصال ليس لهذه الدول ولكن هي لجميع الدول العربية، وباقتراح لأنها جاءت في اقتراح في الدورة 157 للوزراء الأخير، وهذه مجموعة الاتصال جاءت عن تصور وتنسيق، وكان يوم السبت السابق الذي مضى كان تنسيق عبر التحاضر غير المرئي عن بعد، على أن يكون هناك تنسيق. واش نقصد بالتنسيق هنا؟ على أن يكون هناك تنسيق في المواقف، التنسيق في التصورات، حتى لا نذهب للتفاوض، حتى نذهب ونقدم جهود لروسيا دون أن يكون هناك تصور مشترك. وهو كذلك. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور عبد اللطيف بوروبي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معي من قسنطينة عبر الهاتف. شكرا جزيلا.